حان الوقت دلوقتي لزميل آخر وهو رجل الجبل كما أسميه لأنه يسكن المقطم وكان رئيسا للقناة الثالثة الثقافية وهي كان بيض مقرها في المقطم فكنا نصعد إليها الجبل فسميناه رجل الجبل. طبعا هو الآن يعني يتبوأ مركزا مرموقا فهو مسؤولا عن التدريب بالإضافة طبعا المذيع اللامع كلنا عارفينه وصاحب مواقف قوية يعني كلنا برضو عارفينها إنما هو يتبوأ مركزا مرموقا هو مسؤول عن التدريب في مؤسسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومسؤول عن التدريب يعني ليس هو رئيس معهد التدريب الإذاعي التلفزيوني وعلى فكرة المعهد ده في منتهى القوة أنا عارف يعني وزورته كتير ونتمنى أن يكون في تعاون مثمر بيننا وإحنا كده يعني لأن عشان نرتقي بهذه بالمهنية لابد أن يكون في برامج طبعا يعني أساسية أنا هو هيكلم في النقطة دي بالذات في مسائل التدريب في ارتقاء بالمهنية في الإعلام في الببليك ميديا في الإعلام العام. فنرحب بالأستاذ جمال الشاهد. شكرك ربنا يخليك. صباح الخير. شكرا جزيلا دكتور حسين. الحقيقة هو أسلك صدري لما قال رجل الجبل فأنا حسيت أنه يعني رجل المواقف وبعدين لقيته سحب اللقب تاني وقال من سكان المقطم فأنا قلت في الأول تصورت رجل الجبل ده مواقف يعني بعدين هو أشار في الآخر برضو أن في بعض المواقف يعني فكتر خيره على أي حال. طبعا مسألة جماعات الضغط دي مخلياني دلوقتي أسأل طب أنا هعمل إيه يعني ده أنا غلبان غلب يعني كواحد مسؤول عن التدريب يعني إذا كانت هذه الفوضى الإعلامية وهذا الارتباك في الفضاء الإعلامي إلى هذه الدرجة طيب أنا هدرب إزاي يعني هدرب مين عشان إيه وده السؤال. ولذلك اختيار الموضوع للدكتور حسين في هذا المؤتمر السياسات الإعلامية وحرية التعبير كان مهم قوي لأنه أنا أتحدى أي محطة إذاعية أو تلفزيونية أو صحيفة تقول لي والله إيه هي السياسة التحريرية بتاعتها أو إيه هي السياسة الإعلامية مفيش وضوح للمسألة دي خالص. ولذلك عندنا في ماسبيرو تعبير كده يقول لك إيه الرقيب الداخلي يعني جواك بقى رقيب شغال أو يقول لك اختراع تاني يقول لك الحس الإعلامي إن يبقى عنده حس إعلامي معرفش أنا التعبيرات دي إيه بس إحنا عانينا منها كثيرا لأنها معناها إنه السياسة التحريرية دي مسؤوليتك بس لو غلط هنقطع رقبتك يعني ملهاش حل يعني. فالفوضى دي أرجع تاني علشان نعمل عملية تدريب لازم نعيد تحرير المصطلح يعني إيه إعلامي وده سؤال يعني إيه إعلامي بالضبط يعني طب يعني إيه إذاعة وتلفزيون وصحافة وإلكتروني يعني إحنا عندنا مشكلة أنا كنت متصور إن هي نعم دستورية فاكتشفت إن هي مشكلة إيه هي القوانين 211 و212 و213 المواد اللي في الدستور اللي بتقسم مجلس أعلى لتنظيم الإعلام ومجلس للإعلام ومجلس للصحافة هيئة الإعلام وهيئة للصحافة اتضح في النهاية إن في هنا الفضاء الإعلامي كله مرتبك بمعنى إن الناس بتوع الإعلام الإلكتروني مش عارفين يروحوا فين فعملوا نقابة فلا نقابة صحفيين راضية تقبلهم ولا نقابة الإعلاميين راضية تقبلهم زائد لما جينا نتكلم في لجنة 50-43 المخفضة يعني مفروض اكتشفنا ان احنا مثلا في تعريف الصحيفة قال لك هي كل اصدار ورقي يصدر بشكل دوري حاولنا نراجعهم ونقول لهم ممكن اصدار رقمي او اصدار رقمي بمعنى ادق فما رفضوا قال لك ايه رقمي دي وايه طيب يعني احنا داخلين في تحديات كبيرة عشان نعمل نوع من التدريب لازم افهم الاول انا هدرب في انهي اطار وطبيعه الاعلام هيبقى شكله ايه وانا لما بشتغل تلفزيون انا تلفزيون بس ولا في انترنت شغال معايا
مش كده؟ في انترنت شغال معايا. طيب انا رقمي ولا ايه بالظبط؟ ولا فضائي ولا ارضي ولا انا ايه؟ وبعدين الايمان اصلا بفكره التدريب. انا هرجع تاني لاستخدامنا احنا في الاعلام، يقول لك العقيده الامنيه، تغيير العقيده الامنيه عشان الشرطه تبقى في خدمه الشعب. طيب والعقيده الاعلاميه هنعمل فيها ايه بقى؟ تغيير العقيده الاعلاميه زي ما الاستاذ حافظ قال دلوقتي، انه لما السلطه بتعين سواء في او بتدعم في النقابة أو في المجالس، عشان كده في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حاولنا نعمل تشكيلة من الشخصيات الرئيسية، رشح 2 ومجلس النواب يرشح 3 والنقابة ترشح 3 والمجلس الأعلى للجامعات يرشح والمجلس القومي لحقوق الإنسان يرشح، ومن بينهم يختاروا الرئيس في محاولة لأنه يبقى ليه استقلالية. إذا نجحنا في ذلك يعني أرجع تاني للتحديات اللي بتقابلنا في التدريب. اولا مفيش ايمان بفكرة التدريب في المؤسسات الاعلامية. احنا اللي ندرس للناس دي، يعني كل واحد متصور ان هو عبقري. يعني الحاجة التانية ان ميزانية التدريب مثلا انا حسبتها عندي في ماسبيرو لقيتها 3 من 100%، 3 من 100%. فالى جانب انه معظمها بيروح لاجور المشرفين على العملية التدريبية والمحاضرين مش في إطار التطوير. فأنا هنا محتاج تشريع، وأسأل السيد النجمي هنا هل في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما ينص على أهمية التدريب، وإن في نسب معينة تشريعيا، إن زي ما احنا عملنا في الدستور إن البحث العلمي يكون بنسبة 2% ولا وصل لكام؟ تقريبا 2%، لا أكتر متهيألي، أو 3 أو 4. يعني الأول كان 2 من 10%. فلابد تشريعيا أن ينص على أن التدريب جزء مهم جدا. غير كده الاهتمام بالتكنولوجيا وفكرة المذيع الصحفي. مش عندنا المذيع الصحفي، وأنا بدرب وأنا المذيع بتاع سيداتي أنسات سيداتي ده هيستمر ولا اختفى ولا. فالمذيع الصحفي دي مسألة محتاجة مراجعة. معرفة التكنولوجيا من أول المهارات الاستوديو التخيلي ولغاية الأساليب الجديدة في الإبهار، أنا هستخدمها إزاي وعندي ما عنديش ميزانيات. الصلاحية، أي طيار في الدنيا عنده اختبار صلاحية بعد شوية، الإعلاميين ما عندهمش اختبار صلاحية. يعني متصور إن هم محتاجين اختبار صلاحية كل فترة إن كفاءته إيه. طيب اقتصاديا بقى في ضغوط. طيب ان انا هصلح في ماسبيرو، طب الفضاء الاعلامي الباقي رجال الاعمال مسيطرين ورأس المال هو يقدر يجيب اي حد ويعينه مذيع ويمارس فعلا سلطات على الشاشة. فرأس المال برضو دي معركة موجودة في اللجنة بتاعتنا، طغيان رأس المال او زواج رأس المال والاعلام، واحنا بندافع بقوة لان احنا تبقى نسبة 10% امتلاك للملاك في اي مؤسسة اعلامية. طبعا في ناس يقولك لا اديني 100% وحاسبني. طيب المؤسسة الاعلامية شكلها ايه؟ المنع الاحتكار في الاعلام دي مسألة مهمة. فانا متصور ان التدريب لن يكون لمهارات المذيع فقط في الاذاعة او على الشاشة. التدريب هيكون زي ما في معهد اذاعة والتلفزيون، احنا عندنا تدريب إداري وإذاعة وتلفزيون ولغات وحاسب آلي. فالتدريب الإداري هنا هيتكلم في التشريعات في إدارة المؤسسات الإعلامية. عندنا مشكلة كبيرة في إدارة المؤسسات الإعلامية النهاردة في التشكيلات الجديدة. لما نيجي نقول والله في المجالس يا جماعة حطوا خبير اقتصادي، حطوا حد إدارة أعمال، يقول لك أحطه ليه؟ تقول له ده مؤسسة أصلا أنت جزء منها اقتصادي، أنت هتعمل إزاي إعادة هيكلة؟ هتسدد إزاي ديون؟ فبيرفضه. فالتدريب على إدارة المؤسسات الإعلامية ده جزء مهم، مهارة الإدارة، إدارة والاقتصاد. فده يعني دي مسارات مهمة لابد أن تضاف. زي ما أنا قلت التكنولوجيا بكل أبعادها، الفهم للتشريع وأنا مكاني إيه بالضبط في هذا الفضاء الإعلامي. حاجة تانية المرصد، أنا بتصور أن أي مركز تدريب لازم يكون عنده مرصد، هو نفسه مرصد إعلامي يشوف الأداء الإعلامي شكله إيه، ويكون عنده مركز دراسات يعمل دراسات مستفيضة حول الواقع الإعلامي. يبقى مرصد ومركز دراسات
إلى جانب العملية التدريبية بشكل متكامل، وإلا سنقع تحت جماعات الضغط من الحكومة أو رأس المال أو ما إلى ذلك. بتجيب نتيجة؟ ها بتجيب نتيجة جماعات الضغط. يعني احنا عندنا نقطة كده، يقول لك في واحد ضابط نادى الشويش بتاعه قال له يا شويش حسنين يوم الجمعة يوافق 21 في الشهر ولا لا؟ قال له لو ضغطنا عليه يا فندم يوافق. فإلى هذه الدرجة يعني الأمراض اللي موجودة في فضاء الإعلامي موجودة من زمان، من ربع قرن وإحنا بنعيشها، وأعتقد الدكتورة ميرفت وحافظ معايش معايا في ماسبيرو وعلي عبد الرحمن وكل الزملاء، موجودة الأمراض. أهمها النفاق مثلا، النفاق. المرض الآخر هو التعالي، التعالي على الجمهور. هي في تعالي وفي فجوة كبيرة جدا بين النخب والشارع وأوهام النخبة. أرجوك تقرأ كتاب دكتور علي حرب اللي متكلم على أوهام النخبة، إن متصورين إن إحنا بنقود المجتمعات. لا، النهاردة في المواطن الصحفي، والنهاردة لما ثورات قامت إحنا عندنا الفيسبوك أشعل ثورة. فإحنا لابد أن نعيد النظر في هذه المسألة ونقاوم. والجيل الجديد، كنت بتكلم مع الأمير عثمان امبارح، شاب جميل جدا، ومع مجموعة من الشباب، فقلت لهم عادين يتكلموا على الأمراض اللي موجودة في الحياة هنا، هو في الحياة الإعلامية. قلت لهم اعملوا نظرية المقافزة اللي موجودة في الفلسفة النهاردة، ان احنا نقفز على كل الماضي ده نرميه ورانا ونبدأ نبص للمستقبل، لأنه الأمراض متكررة والأجيال الكبيرة عندها مشاكل مش قادرة تتخلص منها. فخلي الجيل الجديد ينفتح على العالم ويعمل عدالة إعلامية ويدي لكل حق لمواطن، لكل مواطن حقه في الإعلام. وأنا مثلا من أحلامي الشخصية إن المذيع يمشي حافي في الشارع، يمشي حافي، يكلم الناس، يبقى إيه الاستوديوهات الفخمة دي، إيه الإبهار ده، إيه عشرات الملايين دي في مجتمع فقير، فقير 50% منه تحت خط الفقر. مش فاهمها أنا الحقيقة بأمانة يعني. والطبقة الوسطى اللي هي حضراتكو تكافحون من أجل عدم السقوط في الفقر مرة أخرى. فأنا متصور أنه نزول الإعلام بقوة، وده يكون هدف من أهداف التدريب، أن الكوادر الإعلامية يكون عينها على الشارع مش عينها على السجادة الحمراء بتاعت السيد الرئيس. ينزل الشارع ويكلم الناس. احنا 90 مليون في مصر، اللي بيظهر على الشاشات 90 بني آدم بس بين 90 مليون. فهنا في كارثة. أنا متصور نزول الإعلام إلى الشارع سوف يخفض من حالة الاحتقان عند الناس، يساعد الحكومة على الاستقرار أول بأول، يساعد على الفضفضة وحرية التعبير وحل المشاكل أول بأول، زي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لما بيقول إنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لمصلحة الحكام قبل أن يكون لمصلحة الجماهير. لأن الحاكم لو صلح الأخطاء أول بأول والتعديات على حقوق الإنسان سوف ينصلح الحال. طوال الوقت مع كل هذه السنين وأنا قاعد بتفرج معاكم على ما يدور في هذا الفضاء، بفتكر أول قصيدة كتبتها لما اشتغلت في الإعلام، ووقفت كده أحضر حاجات ألاقي الناس بتسقف. فأنا هختتم بالكلمتين دول، فكتبت جزء من القصيدة، أصفق أو لا أصفق، فخلفي كتلة شحم تصفق، وبعض المساحيق كانت تصفق، وجاري يصفق، وأسأل هل أعجبته الرواية، يبحلق في جبهتي ثم يضحك ويلكز جنبي ويمضي يصفق، أصفق أو لا أصفق، أمامي كل الرؤوس تصفق، وخلفي كل الصفوف تصفق، أتى مارد شدني من يدي وتساءل لم لا تصفق، تلفت حولي تصايح كل الحضور طردوه، تحسست عقلي طردوه، تحسست قلبي طردوه، أفقت لنفسي طريدا طريد فصفقت حتى انقطاع الوريد. مساء الخير يا سادات الجالسين، أصفق أو لا أصفق، ولو بعد بيتين أمضي فمن منكم لن يصفق، أصفق من أجل ذاك الذي لا يصفق. إحنا بقى هنسقف.
أولا أشكرك أستاذ جمال على المداخلة الجميلة الرائعة اللي حضرتك ذكرتها، وأنا فعلا معول على التدريب بصفة أساسية في يعني ارتقاء المهنية الإعلامية الصحفية في هذا البلد، وأعتقد أن حضرتك ذكرت المجالات اللي موجودة، وأتمنى أن المجالات دي تزيد خاصة بالنسبة للتدريب على الإعلام الاجتماعي والمدونات وخلافه، لأن احنا بنتوسع في المنظومة الإعلامية توسعات هندسية وليست عددية، وبالتالي على مراكز التدريب الأخذ في الاعتبار هذا العالم الإلكتروني والتدريب الصحفي المستمر حتى نستطيع أن نتواكب مع البلدان المثيلة في هذا المجال. المسألة التي أود أن أتذكرها هو أن الرئيس أوباما يعين رئيس الفيدرال كوميونيكيشن كوميشن في المسألة دي بالذات، يعني لها يعني هترك بكل واحد يفكر إيه المدلول اللي الخاص بالتعيين ده، انما في الطرح العام اللي حضرتك ذكرته انا ايضا احب ان اقول ان في كثير من البلاد العادة المتحولة ديمقراطيا كما ذكرت الاستاذة نعومي صار، وايضا في بعض الملامح اللي ذكرها الدكتور نور اللاجمي في الطرح الاعلام المستقل، اعتقد ان هناك كثير من الاشياء اللي احنا بننظر فيها وكأن الاعلام الحكومي هو المشهد العام في الاعلام المصري الان، وهو اعتقد ان هي بتمثل 8% فقط بحثيا من مجموع الاعلام الخاص والمستقل وغير المعروف. فنتمنى ان احنا ننظر بالنسبه للاعلام العام في هذا الاطار اللي طرحته لحضراتكم، ونتمنى في الموضوعات القادمة ان هيكون في طبعا بعض النقاط الاخرى الخاصة بالمحاور التي سوف تكون موجهة اساسا مثل هذه المواضيع. اشكر سعادتكم.